عدنا لحضراتكم مرة أخرى. لما بيكون ضيفي على وزن وقامة ضيفي النهاردة، أنا عادة ما بحددش هنتكلم في إيه، أترك لضيفي حرية أن يختار إيه المهم إنه يقوله لكم، إيه المهم إنه يكلمكم فيه. وقررنا منذ فترة مع ضيفي في حلقة اليوم أن يكون الحوار والحديث عن سنتين في الميزان، الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لأن المولد وخلص. يعني إيه المولد وخلص؟ سواء الناس اللي خارجة تهاجم وانت موتنا وانت قطعتنا وانت عملتنا، أو الناس اللي خارجة تؤيد بلا حدود وتتكلم بلا حدود وأن أنت رسول من السماء، ده كل ده خلص. فإيه رأيكم وبهدوء شديد النهاردة وبفكر وبدراسة وبنظرة واقعية موضوعية من شخصية بنحترم رأيها جدا، نشوف السنتين دول؟ اسمحوا لي أرحب بأستاذي الغالي والعزيز الدكتور والمفكر المصري الكبير الدكتور طارق حجي. أهلا بيك يوم بيوم. أهلا وسهلا والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك أشكرك. أنا هبدأ بسؤال بسيط قوي، إن هو إحنا ليه اخترنا إن إحنا نتكلم عن سنتين؟ أولا عشان بالفعل مر عامان على رئاسة الرئيس السيسي، فنحن أمام سنتين، والسنتان هما نصف فترة الرئاسة الأولى للرئيس، فالطبيعي أن تتكلم بعد سنتين، والطبيعي أن تتكلم بعد مرور نصف فترة الرئاسة الأولى للرئيس لتلقي الضوء على الإيجابيات ولكي تناقش السلبيات. تناقش السلبيات أيضا؟ أكيد أكيد. شوف يا سيدي، النقد إذا بقى بحرف الدال في النهاية يكون شيئا إيجابيا، وانت عارف ان في الأدب الإنجليزي كلمة كريتيك كلمة محايدة، بس بالعربي ما هيش محايدة بالزبط. يعني انت بتقول النقد الناس مخه بيروح الى حدث انك انت هتقول سلبي، سلبي، بس انت عارف كويس قوي ان في النقد الادب الانجليزي كريتيك يعني تقييم اكتر منه نقد. اذا ظلينا في حرف الدال نتكلم عن ايجابيات وسلبيات بنية ان تنجح المسيرة، اذا كنا نضمر في انفسنا ان الدال غطاء للضاد النقد فيبقى الكلام لخرق قاع السفينة. انا اعتقد انني اتكلم عن هذا الموضوع لكي تكون المسيرة افضل وليس لكي تفشل المسيرة. الفلسفة ايه اللي هنطلق منها تفسير حضرتك او تعليق حضرتك على السنتين اللي فاتوا؟ فلسفة ان النقد عملية بناءة وليس هدامة، وان الروح وانا اتكلم عن الايجابيات هي نفس الروح وانا اتكلم عن السلبيات، لان الغرض في الحقيقة هو استكمال المسيرة وانجاح المسيرة والوصول بالمسيرة الى الغايات المرجوة. جميل. انا في 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 يعني تعليقاتي الماضية في الـ في الـ في البرنامج حتى بعد ما عدت الفترة اللي هي السنتين، اعتقد ان كل ما يحدث النهاردة له علاقة بالسنتين وله علاقة بالادارة وله علاقة بكده، فانا شايف ان الموضوع بتاعنا هيلقي ايضا بضوء على اللي جاي اكتر ما هو بيتكلم عن اللي فات. اكيد. بس اسمح لي كمان ان انا اقول ان اي كلام عن تقييم هاتين السنتين بمعزل عن عملية تراكمية سابقة بيكون كلام مش علمي. بمعنى يا نفرض ان انت عاوز توجه صباع الاتهام وتقول ما عملوش كده، تذكر ايضا ان دي عملية تراكمية. انا متفق مع حضرتك جدا. يعني انا بقول دايما ما عملتوش، بس الله يكون في عون اللي شايل المسؤولية دلوقتي، لان هو شايل. يعني هناك ايجابيات وهناك سلبيات، وعندما نتكلم عن السلبيات لا نريد ان يكون الهدف هو الاتهام، وانما تسليط الضوء على ظواهر سلبية تكونت في ظاهرة تراكمية.
وبالتالي في توجيه صباع الاتهام لأحد هو عمل هدام وليس بناء. هو الهدف أن تتكلم عن موضوع مش عن شخص. ده صحيح. كلما نرجع للموضوع، حتى وإحنا بنتكلم عن السلبيات نرجع للموضوع وليس للأشخاص، لأن العمل التراكمي بينفي عنها أنها مسؤولية شخص واحد أو عهد واحد. طيب إيه رأي حضرتك نتكلم الأول عن أهم وأكبر إنجاز للقيادة السياسية الحالية في مصر خلال السنتين اللي فاتوا في نظرك؟ بقاء الدولة. بمعنى أنا في رأيي أن هذا إنجاز لا يأخذ حقه من التكريم والتقدير. بقاء الدولة، أن هناك دولة، بمعنى أن دول الربيع العربي أو ما شابه دول الربيع العربي، مع تحفظي على كلمة الربيع، بس دي مش دي القضية النهاردة. هذه الموجة التي هبت على المنطقة من شهر أكتوبر 2010 في تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم أخذت في ذيلها اليمن وسوريا وقبل كده العراق، في هذه الموجة نحن يعني بصدد شوف، إذا قلنا إن تونس بقت فيها الدولة ومصر بقت فيها الدولة، فالتماثل مش زي بعضه. بمعنى سوريا لم تبقى فيها دولة، اليمن لم تبقى فيها دولة، العراق أيضا تكاد لا تكون فيها دولة، ليبيا مشرذمة. ولكن أنا لما غبت بعقلي كنت بغيب عشان أشوف المثال التونسي اللي البعض هيقوله لك، يقول لك ما هي تونس كمان محافظة على الدولة. أنا أجزم لك إن تونس ليس بها دولة، وإنما هناك تمشية حال، يعني هناك رئيس ليس في الحقيقة برئيس. ده صحيح. ودولة ليست بدولة، والبنيان البرقيبي ينهار بالكامل. في الحقيقة أن الدولة الوحيدة التي لم تهشم ولم تحطم هي الدولة المصرية. ده إنجاز مهول. ليه؟ لأن أنت لما يبقى عندك دولة تقدر تدخل معاها في حوار تقول لها في 5 إيجابيات و15 سلبية. لما يبقى عندك الوضع يشبه العراق وسوريا واليمن مفيش جهة تتكلم معاها، في خراب. يعني أنا مش عاوز إن احنا نقول إن ده إنجاز من الإنجازات، لا، ده الإنجاز اللي في ظله توجد إنجازات أخرى وبعض السلبيات التي سنناقشها، ولكن الموضوع في غاية الأهمية. طبعا. يعني أنت عندك واحد عايش وأنت بتتكلم عن مشاكله الصحية غير أنه واحد ميت. الدولة المصرية بقائها معجزة، كان الغرض ألا تبقى هناك دولة. البعض يهاجم بقاء الدولة المصرية حتى من المصريين اللي بره، يقول لك بقاء الدولة المصرية وش معنى الجيش يعني؟ يعني أنا متعود على حضرتك معاك على الصراحة جدا. هم يهاجمون الجيش المصري بعنف شديد للغاية أنه بيسيطر على حكم في مصر. صدقني أن أنا في أعماقي ثقافيا رفض لأن يكون الجيش في الوضع اللي هو فيه في مصر، لكن بمحاذاة ذلك أرى يقينا أن البديل هو الفوضى. بالضبط. يعني ما أنا برضو رجل من خلفية. يعني أنا أتمنى نظريا أن اللي حدث ما يحدث، لكن أدرك أن لو ده ما حصلش كان زماننا في سوريا أو العراق أو اليمن. شوف البداية العاملة إزاي. والحقيقة أقرب مثال ليبيا، اللي هو يبقى عندك 3-4 مناطق وتشرذم كامل. يعني أنا حقيقة أرى أن ليس في الوضع المثالي أن تلعب القوات المسلحة الدور الذي لعبته في مصر، ولكن أرى أيضا أنها لو لم تلعب هذا الدور لكان البديل هو الخراب. فيبقى الواقعية بتقول إيه؟ ما هو بص، ظاهرة بالإنجليزي أنا معرفش الترم ده هنعمل فيه إيه بالعربي، اللي هي البوليتيكال كوركتنس. لو أنت عندك بوليتيكال كوركتنس لدرجة أنك تقول يا ريت كنا نبقى في حق أي ما كان يحدث يحدث، بس الجيش ما لعبش الدور ده تخراب، ده تخريب. ها؟ يعني ايه؟ وبالتالي
فأنا رغم أن أنا لا يمكن تكويني وهي النظرة السياسية البحتة على الأمور النظرية بالضبط كده مش عملية. يعني البوليتيكال كوركتنس دي هي اللي بتخلي الغرب دلوقتي معاه حرباء رقطاء عايشة في مجتمعه مش عارف يتعامل معاها، ويطلع يقولك لا 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 المشكلة في 1% بس، لا المشكلة مش 1% بس. اسمح لي اوضح الحياء الرقطاء اللي مش عارف يتعامل معاها هي الارهاب اللي ربع عنده. بالظبط كده مش كده بالظبط كده الناس بس تبقى انا فهمت عليك على طول. بالظبط لان هم بينظروا لها من منظور الكتاب عندي بيقول الممارسه السياسيه السليمه بوليتيكال كوركتنس. بالظبط كده الممارسه السياسيه انا عارف انك هتجيبها بحكم علاقتك باللغه. استاذ محمد اللي يقول ان كان افضل تبقى في جهه اخرى مدنيه محل الجيش يفضل يقول لنا عليها، احنا هنبقى منتهى التلاميذ الممتازين ونقول له احنا قاعدين نسمع منك قول لنا مين هي. اوعى تكون تقصد الاستاذ حمدين الصباحي مثلا، عشان احنا جايين نتكلم جد مش كده؟ احنا جايين جايين نتكلم جد ولا غلط؟ احنا مش جايين نهزر او نقدم كوميديا رخيصه سوداء. البديل الوحيد لما قام به الجيش المصري منذ التخلص من الإخوان هو الفوضى العارمة. هل معنى كده ان ما نتكلمش على تقوية الحياة المدنية؟ لا، ده انا قضيتي الاولى هي الدولة المدنية، ولكن ده ما يمنعنيش ان اقول ان هذا الانجاز زي ما تكون بتقولي بالظبط ان الراجل اللي بعد ما مات ده وصحتوه بالكهرباء هو ايه اكبر انجاز؟ هو ده الانجاز ان احنا عرفنا نصحيه بالكهرباء، ان احنا عرفنا نصحيه فاحنا وجود الدولة اللي بيسمح لنا بعد كده نتكلم عن عيوبها هو انجاز مهول. لدرجة ان انا طبعا قدامي انجازات اخرى. بمعنى ايه؟ اقول لك بص، في انجازات كتيرة جدا في مجال الخدمات، يعني ايه؟ في الطرق، في الكهرباء، في الوقود، في طوابير الخبز اللي اختفت، في الجسور اللي اتبنت، في العشوائيات اللي بيتناولها الحكم الأول مرة يتعامل معاها. دي إنجازات، بس كل دول مش قد بقاء الدولة. طبعا ما هو لولا بقاء الدولة ولا واحد من دول يحصل ولا عرفنا نقرب بحاجة من دول. لكن وانا جاي لك لمدة ساعتين ونص في المرور، الله يكون في عونك. انا اسف. لا 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 انا اللي اسف. خطر على بالي ان كل الإنجازات دي وغيرها ممكن نسميها انها تنتمي للهاردوير بتاعه الحياه. يعني الهاردوير بتاع مصر كباري، شوارع، حل مشكله الخبز، كهرباء، كل ده في الهاردوير. وانا جاي لك وبفكر البنيه الاساسيه، ومش عارف الحقيقه ان انا كنت قادر اوصل لك ولا لا. قعدت انا ساعتين ونص من مصر جايه لغايه هنا، فجت لي فكره ان كل الايجابيات في الهاردوير بينما السلبيات اللي في ذهني كلها في الحقيقه في السوفت وير بتاع المجتمع. يعني ايه؟ برمجه المجتمع. يعني شوف بص، اما انه قد تم القليل جدا او لم يتم اي شيء في اصلاح التعليم، فده حقيقه ما حصلش حاجه في مصر. بتقول ان كل اللي بنعمله ده استثمار قصير المدى، الاستثمار طويل المدى هو التعليم. انا لم ارى ولا اعتقد ان هناك اي انجاز تم في مجال التعليم، بس انا بتكلم من منظور يشبه منظور يعني انا مع الزحام ضاع مني اسم الفيلسوف الكبير اللي دايما بذكره لك في التعليم. تمام، ولكن كويس. يعني دكتور مراد، دكتور مراد وهبة، اذا خدنا بمنظوره ما تمش ولا حاجه. اذا خدنا بمنظور وزير التعليم، لا احنا احسن ناس في الدنيا. وبيتجاسر بيقول كده، تصور يعني 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 بيتجاسر وبيقول ان احنا من احسن الناس في التعليم. هو احنا من اسوأ الناس في التعليم؟ فخليني اقول لك ان في السلبيات ما تمش حاجه خالص في التعليم، وده سوفت وير. انا همسك ورقه وقلم بعد كده ونبدا نقسمهم او نكتبهم، عشان عايز اتابع مع حضرتك بهدوء عشان اسمع. اتفقنا أن استمرارية الدولة هو الإنجاز الأول والأقوى
والأهم عشان نتكلم عن اللي بعده بقى. تمام صح. ثم سلسلة من الإنجازات المادية في الخدمات. ثم إنجازات مادية في الخدمات, الخدمات. طيب هل عند حضرتك إنجازات أخرى نذكرها؟ لا, هو تحت الإنجازات المادية في الخدمات أنا ذكرت أمثلة, ولازم تكون في حاجات أخرى أكتر. تمام تمام, يعني في المواني والطرق والجسور والتخطيط للمستقبل والعاصمة الجديدة بس كلها تشبه بعض. كلها في أن الهاردوير بتاع المجتمع اتعمل له شغل كويس, ولما يكتمل في ناس بترى ان ده خطوة مهمة جدا عشان تركب السوفت وير. عشان تركب السوفت وير في ناس بتؤمن ان بالطرق, في حضارات قامت على انه في الاول عمل طرق, ان امريكا فورة النهضة فيها تمت بعد ما روزفلت عمل شبكة الطرق أول. لكن يبقى بنقول ايه, كم كبير من الانجازات المادية, ولكن في السلبيات أنا أرى أن معظمها في نطاق التفكير والثقافة. يعني خليني أعمل لك إيه, أرمي شوية حاجات. أقول إيه, التعليم ما شفناش حاجة, الخطاب التجديد الخطاب الديني لم نسمع إلا النداء. ليه ده هم هيعملوا دلوقتي الخطبة مكتوبة؟ لا, هو الموضوع في ردة مش تقدم في الخطاب الديني. ما تم حتى الآن ردة, بمعنى حصل تنمر من القوى الرجعية المعنية بالخطاب الديني, فطلعت لقدام مش لورا, وده شيء طبيعي. انت بتقول لناس تأمل في السيطرة على عقل المجتمع, انا هرسم لك حدود. انت هتتكلم في الدين بس, ومش هتتكلم في إدارة المجتمع, ومش هتبقى مرجعية إلا في أمور محددة. تمام, يبقى احنا عندنا الأول, أنا برى أن أكبر سلبية التعليم, ثم الخطاب الديني. وعلى فكرة في علاقة جدلية بينهم, يعني طبعا الاثنين علاقة جدلية الفكر طبعا. الاثنين منهم دعوة ببعض. عندنا كمان مشكلة كبيرة جدا في العدوان الذي يتم على المسيحيين المصريين في شكل أرواحهم أو كنائسهم أو ممتلكاتهم. ومحدش يقول لي ان ده طول عمره موجود في الصعيد. انا بقول زيادة المعدلات, اللي مش شايف ان في زيادة في المعدلات يبقى مش عاوز يشوف. اللي مش شايف ان اللي في المنيا وفي بني سويف اكتر مما كان يحدث من قبل, لا, في مشكلة حقيقية ان المجتمع لم يتصدى بعد. يمكن احنا النهاردة بنتكلم, والصبح كان الرئيس مع البابا. الرئيس مع البابا, اتمنى, لان ما عنديش معلومات, ألا يكون لقاء الرئيس مع البابا كان تحت الكلام الكبير. عارف الكلام الكبير اللي هو ايه؟ كنت لسه بقول الكلام ده. احنا اخوات, ايوه, وطول عمرنا بنحب بعض. وطنط تريزا كانت بتيجي تعمل الكحك مع امي. ايوه, الكلام الفارغ ده. انا كنت لسه بقول الكلام ده برضو, نفس الحكايه. الكلام الفارغ ده ده كلام فارغ. طبعا تمام, يجب ان نعترف ان هناك ازمه وان حلها قانون وردع. ردع وقانون ولاد عم, مش كده ولا؟ يعني تعرف ان كلمة قانون, عشان انا عارف ولعك باللغة, كلمة يوناني كانون يعني العصا. كلمة القانون جاية من اللغة اليونانية, من كلمة كانون دروا كانونيك, القانون الكنسي, يعني اللي في ايده عصا. بقول ما هو من غير العصا, ما هقول لك حاجة. انت لما بتقول لي حاول ما تتأخرش عن مواعيدك, ده كلام اخلاقي. بس لو كتبت شيك بدون رصيد هتخش السجن, ده كلام قانوني, مش كده؟ الفرق بينهم هو العصا اللي هو الجزاء, يعني. تمام, فاللقاء بتاع النهاردة سيكون ناجحا إذا تلته إجراءات قانونية. لكن تصور كل مرة في أزمتنا نقعد الضحية مع الجاني ونقول لهم قوموا بوسوا بعض وقولوا احنا ولاد عم وبنحب بعض وبناكل خاطر مصر يا اولاد وبناكل كحك في اعياد المسيحيين والمسلمين. ده كلام, او هقول لك حاجه, او شيخ الازهر يدعو مجلس العائله لحل المشكلات, ده كلام ضد الدوله المدنيه وضد القانون. مفيش حاجه اسمها كده. احنا مش عاوزين كده, مش عاوزين مجالس عرفيه. احنا عاوزين الراجل اللي في المنيا او الرجال في المنيا اللي اعتدوا على سيدة
وقاموا بخلع ملابسها في التاريخ العام يقدموا للمحاكمة، مش يقدموا لمجلس العائلة، مش يقدموا للشيوخ وأسس ويقعدوا يتصالحوا، لا مش هينفع كده. فاللقاء بتاع النهاردة إذا كان الغرض منه رسالة أدبية فيبقى مش ناجح. إن الرئيس قابل البابا وإنه قال له إحنا طول عمرنا عايشين مع بعض وبنحب بعض. لا أنا لو وقفت قدامه تصريح واحد أو سطرين مهمين قوي بالنسبة لي كده. أنا الرئيس أعلن أنه لن يتم بناء مدن جديدة دون أن تتواجد فيها الكنائس جنب الجوامع. حبن الكنائس مع الجوامع في المدن الجديدة. أنا اعتبرته تحرك من الدولة في الهاردوير. لا 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 كلام لا 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 وليه معنى كبير. اه طبعا. ما احنا مش احنا مش جايين ننقض عشان ننقض. احنا هنقول على كل حاجة كويسة انها كويسة. آه طبعا. وعلى كل حاجة وحشة انها وحشة بهدف تصلحها مش بهدف الهدم. أنا معاك تماما إن لا دي بتخدم الاثنين الهاردوير والسوفتوير. إن العقل يعني زي ما بيقول كأنه عايز يقول لا أنا هدخلكم على مرحلة عقلية مختلفة شوية في المجتمعات الجديدة. بس وقفت قدام الحتة دي قلت الله طب أخبار المجتمعات اللي موجودة إيه؟ أخبار الناس اللي كانوا ماسكين طوب وقاعدين يهتفوا قدام الأمن والأمن شادع منهم حاجة ويلبوا طوب على البيت مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة. دول أخبارهم إيه بقى؟ لا أنت عندك حق تماما. وخلينا نتكلم شوية في الموضوع ده. وصدقني إن أنا بتكلم في الموضوع ده مش عشان المسيحيين المصريين، عشان الدولة المدنية. لأن الدولة المدنية مش هيحصل إنها تتواجد إلا بحقوق المرأة وبحقوق الأقليات. بدون ما تكون المرأة مواطن إلا قليلا أو كثيرا والمسيح المصري مواطن إلا كثيرا أو قليلا مفيش دولة مدنية ومفيش دولة عصرية. هم؟ اللي أنت بتقوله ده في غاية الأهمية. إن كل المظاهر اللي أنت أشرت إليها مظاهر تآكل في فكرة الدولة المدنية. صحيح. يعني مش عاوزين كنيسة. انت يا ابني مش من حقك لا تعوز ولا بتعوز. تمام؟ ولازم يتقبض عليهم. ولازم قيادتهم تتحبس. تمام؟ يعني ما تسمع ان ايه الدولة اصدرت تصريح ببناء كنيسة في مدينة كذا. الا ان السلفيين مش موافقين. لازم تقول لنفسك ان ده خطر جدا على فكرة الدولة المدنية مش كده؟ طبعا. ده خطر جدا على فكرة اي دولة. على فكرة اي دولة. يعني. يعني ايه موافقين ومش موافقين. ده لازم في الحالة دي تسخر القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ البناء في الحال. ليه؟ لأن هو في النهاية اللي بيحصل في العملية ده بيتكرر. لأن ولا مرة الدولة يعني هقول لك أنا يعني أنا حقيقي مش جاي عشان أرضي أحد وإنما أرضي فكرة. الدولة في الشهرين اللي فاتوا أمام العدوان الذي وقع على عدد كبير من المسيحيين المصريين على أرواحهم وكنائسهم وممتلكاتهم كان صمتها غير مبرر وغير مفهوم وما يحلوش لقاء النهاردة ما يحلوش. يعني أنا أعرف ناس كتير في غاية الحيرة من صمت الدولة. ليه كان الصمت ده؟ وبعدين تشوف بقى التفسيرات. أصل هم خايفين من السلفيين. لا يمكن تكون الدولة خايفة من السلفيين وتبقى كارثة. وفلتكن حرب مع السلفيين لو أن الدولة تخاف من السلفيين. يعني إيه الدولة تخاف من السلفيين؟ السلفيين لو رأوا العين الحمراء من القوات المسلحة مرة واحدة هيمشوا على حبل. وأنا أعرف أن الدولة تستطيع أنها تفرض هيبتها تستطيع، لكن مهم يبقى في إرادة سياسية لذلك. يعني موضوع المرأة التي عريت في المنيا موضوع كبير جدا مش صغير. ده صحيح. فمعناه الصمت. طب تقول للناس أنه من يومها لغاية النهاردة الرئيس ما قابل البابا ايه الفترة دي ليه؟ يعني هو على فكرة ما طلعش اي بيان من القيادة السياسية في شيء محدد. في كلام عام. طلع كلام عام تعليقا على. طلع كلام عام تعليقا على. اللي هو اللي هو ايه وليس بيان خاص بهذه الوقت. يعني لما يتقال احنا كلنا مصريين لنا ما لنا وما علينا ما علينا ده كلام صح بس مش ده وقته. وقته ان اللي حصل في المنيا ده مش هيعدي من غير القانون. وانا ما بقولش ان هو يخش يضرب الناس، بقول يطبق القانون. والقانون يقول في النهايه لكن يجب دي فرصه ان احنا نلغي المجالس العرفيه، نلغي تماما
أن هناك جهة غير الدولة لها قول في الكنائس، ولازم نفكر الناس ان احنا هنا في الحقيقة بندافع عن الدولة المدنية مش بندافع عن المسيحيين. اول ما يبقى يتصور الاردن لما تلغي الدين من البطاقة الشخصية ومصر لا تحلم بذلك، كارثة يعني. فانا انت عشان انت بتسجل، التعليم مرحلة لم نرى فيها ثمار على الشجرة. اشكرك. تجديد الخطاب الديني، الوضع المؤسف للإخوة المسيحيين في بعض الأماكن، دي كلها قضايا الدولة المدنية. ده نقطة رابعة. أنا أرى منذ سنتين دي سلبية رابعة، أن هناك مظاهر لتآكل الدولة المدنية. يعني الأزهر يتكلم في أمور لا يجب أن يتكلم فيها الأزهر. زي إيه؟ خد موضوع المسيحيين ده، خده ده. ايه اللي يخلي ان يبقى في تعليمات من شيخ الازهر بالجلسات العرفيه؟ في الحقيقه ان شيخ الازهر يجب ان يقتصر دوره في هذا الموضوع على ان يقرا في الجرايد ايه اللي بيتم. طب معلش انا اسف، الدين المظاهر مظاهر تاكل الدوله المدنيه، علشان ليا سؤال مهم قوي في الحته دي. بقيه المظاهر ايه؟ تدخل الأزهر ايه مظاهر تانية لتأكل الدولة المدنية؟ المؤسسات المدنية، الأحزاب السياسية، الحياة السياسية. لا لا لا، هقول لك حاجة على الدولة المدنية. موجودين أساسا؟ احنا ممكن تقول لي تاني، قلت ايه حضرتك؟ الأحزاب السياسية والناس اللي المفترض الدولة المدنية بتحركها عدة أركان تبدأ تتحرك فيها بفكر معين، فكر سياسي كذا كذا. أنت شايفهم مطروحين على الساحة حتى الآن؟ موجودين؟ تقصد الأحزاب؟ 120 حزب، بسم الله ما شاء الله. لا، غير موجودين بالكامل، ولكن الدولة المصرية التي جاءت من يوم 3 يوليا مفروض أنها دولة تؤسس لمدنية الدولة. أولا هقول لك حاجة، لو أن الدولة بتاعتنا مش مدنية بنسبة 100% فالحكم الحالي مش هو المسؤول عن كده، وإنما هذا عمل تراكمي من أيام الرئيس المؤمن الى الرئيس الصامت امام المشكله لمده 30 سنه تمامها، الى حكم الاخوان، الى ما بعد ذلك، في تراكم لخنوع الدوله لمعالم دينيه كتير. احنا مش عاوزين الدين يكون اكتر من دين، عاوزينه يبقى دين، لكن مش عاوزينه يبقى بديل للدستور، عشان هو مش هيبقى بديل للدستور، هيبقى رجال الدين هم اللي بديل للدستور. ما هو التاريخ علمنا الآتي، علمنا ان اول ما نخلط الدين بالسياسة ففي الحقيقة المستفيد الوحيد هو الكهنوت. وبعدين لو اي حد يقول لي اصل الاسلام ما فيهوش كهنوت، هقول له ما المجموعة الدعاة دول ايه؟ دول يعني لعيبة في نادي الزمالك ولا ايه؟ يعني الدعاة الكتار دول رجال وستات وبعدهم عربيات هامر و الشيخ حسان، ودول اذا كان ما عندناش كهنوت امال دول ايه؟ دول ايه يعني؟ دول لعيبه في فريق كوره ولا ايه؟ لا، عندنا كهنوت، هو ما عندناش رسمي كهنوت بس عندنا فعليا كهنوت، وعندنا كهنوت في الدينين، بس واحد منهم بيسميه صراحه كهنوت، بيسمي الراجل اللي بيروح الكنيسه الكاهن، لكن التاني مصر ان ما عندوش كهنوت، هو عنده كهنوت، عنده كهنوت. يعني امال الدعاة دول مين؟ الدعاة والثروات اللي كونوها دي هما ايه غير كلام ميكيافيلي ان الدين عند رجل الدين هو اداة سيطرة مادية وسلطة تحكمية ونفوذ مادي. المهم انا اعتقد ان الصورة ليست سيئة، وان هناك ايجابيات زي ما قلت لك، ولكن مفيش شجاعة في الكلام عن السلبيات. خلينا اسأل حضرتك هنا بقى في الحتة دي، مواقف وقرارات الرئيس السيسي هل بتدي حضرتك دلالة انه مؤمن بأهمية مدنية الدولة؟ لا، مش 100%. لا لا، يعني لما الرئيس يروح يقول لرجال الدين ان سوف احاجيكم عند الله، دي كلامه، اذا لم تجددوا وتفعلوا كده انا معترض على احاجيكم عند الله. لا، احنا لسه هنستنى اليوم القيامة تحاجيهم عند الله؟ لا سيادة الرئيس، احنا عاوزين الموضوع اسرع من كده شوية.
ده اصل كلمه احاجيكم عند الله ان نستنى يوم القيامه نقول عليهم ان هم وحشين يوم القيامه، انت عارف. لا انا عشمي ان الموضوع يبقى اسرع من كده يا سياده الرئيس، مش كده ولا؟ طبعا. وتعبير ديني على فكره برضو، على فكره انا ما عنديش مشكله ان انا اقول اي حاجه كتعبيرات دينيه وكده. يعني ان انا استأت من هذا التعبير طبعا جدا، يعني احاجيكم عند الله تعبير ديني. تمام. لا احنا عاوزين تعبير قانوني، هاخدكم محكمه النقض، هاخدكم مجلس الدوله، هروح للشعب، هعمل استفتاء. لكن لا ارجوك لا تحاجيهم عند الله، انا مش هقدر استنى انك حتى ان تحاجيهم عند الله، لان الموضوع ده فيه احتمال يبقى بعد 85 مليار سنه. مش كده؟ مش كده؟ تمام. فلا انت ما بتقول لي انا اعتقد ان هناك صبر على اعداء الدوله المدنيه غير مبرر على الاطلاق. غير مبرر. وبعدين انا يعني من حقي ان اقول اني وان كنت من غلاة المؤمنين بثلاثين ستة وثلاثة سبعة، فأنا لا أفهم وجود قادة سلفيين على المسرح يوم ثلاثة سبعة. مفهموش يعني، انت عارف تكويني كده، يمكن أنا غلط يعني، انت عارف. لكن المسرح كان عليه قادة سلفيين، مسرح اللي اتكلم عليه الرئيس طبعا. لا أنا أعتقد أن ده شيء بتدفع ثمنه وما تعمله، إذا عملته بتبقى اديت صك اعتراف هتتحاسب عليه بعد كده. طيب. انا عارف ان الكلام ده في مغالاه في المدنيه، بس انا ما اقدرش ان انا اقول الا ما اؤمن به. بالعكس انا مبسوط قوي. ليه؟ لان في بدايه الاجابات لما اتكلمنا عن الجيش وحكم الجيش وكذا، الناس يمكن ما يقدروش اجابتك بحته انا راجل داعم جدا للحكم المدني. انما دلوقتي بعد اجابتك دي دلوقتي بيتضح تماما في الصوره ان احنا بنبص للامور بموضوعيه شديده. تمام. كل حاجه في الجزئيه بتاعتها. طيب انا هتكلم سريعا جدا عن تجديد الخطاب الديني. هسال حضرتك سؤال واحد بس تعليق منك. انت عاجبك حكايه الخناقه اللي بين وزاره الاوقاف والازهر؟ هتكتبوا الخطبه الجمعه يبقى خطبه مقروءه في الجوامع، فالازهر يطلع يقول لا، او كبار علماء الازهر يقولوا لا ما ينفعش، لان اساس الخطبه انها تكون مرتجله وانها كذا وانها كذا، فيرجع الاوقاف في خناق. هو ده التجديد يعني؟ لا ده صراع على السلطه، ده صراع بين الاوقاف والازهر. ده صراع على هو مين اللي بيمثل الاسلام. ده صراع، انت قدامك صراع على الباور، على القوه. شوف انا رايي في هذا الموضوع كالتالي: انت عندك مشكلة اذا اديت الناس نص يقروه هيبقوا ببغانات يعني، انت عارفها طبعا. يعني انت بتقعد بغبغان يمسك ورقة، طب وادهوله ليه وادفع بس كمان لو سبته تماما عندي مشكلة، فيبقى في حل وسط، مش كده ولا غلط؟ بالظبط. لو سبته تماما بيطلعوا بقى هيقعد يدعي على اليهود والنصارى. تمام. مش كده ولا غلط؟ وده معول هدم للدولة المدنية يعني، بيطلع لك ما انت عندك 180 الف بني ادم كل يوم جمعه بيطلع 180 الف واحد بيطلع صار. وهو امي يعني من ناحيه ثقافيه، هو امي، هو لا يعرف اي شيء. ال 180 الف امام منهم 179 الف واحد بمعياري انا امي. اوكي. لو قال اللي هو عاوزه هيخرب، ولو اديته ورقه بغاء، والجمهور كمان هيتضايق جدا يعني. طبعا. بيشوف الشيخ طلع ورقه وبيقراها، فمن حق واحد يقول له طب ما انا اعرف اقرا زيك، مش كده؟ ما تدهني اقراها انا، انت عارف يعني. فانا ياما شفت ناس بره لما واحد بيقرا في خطاب، ناس بتقول له ما كنت بعتها لنا بالايميل، مش كده ولا غلط؟ ده صحيح. فانا اتصور ان انا رايي الخاص ان عندك مشكله في الحالتين، بس هو في حلول انك تحدد الموضوع والمحاور. بس مش كده ولا؟ يعني قول له النهارده اتكلم عن الالم، النهارده هنقول له احنا هنتكلم عن مخاطر عدم تحديد النسل، وهتلاقي كلهم زعلانين ساعتها. طبعا. ده انا واخد بالك، لان هم مش موافقين. مش موافق ليه؟ ثقافته كده. ما هو زي قلت لك، صدقني ان انا لا ابالغ، لو عندك 180 الف امام منهم 179 واحد بالمعايير العالميه في المعرفه اميين، اوكي تمام. بس انا مش ممكن كمان اديله ورقه يقراها، اصل ممكن الناس على المدى الطويل يقول لك ابعتها لي، اعمل لي سي سي في
بي سي سي في الايميل ابعت لي الخب مش كده ولا غلط ابعتها لي يوم الخميس مثلا مسخره يعني زعق عليها في الراديو بالظبط او زعق علينا في الراديو بس هو الحل ما يبقاش يا كده يا كده ما انت عندك حقيقي بص المشكله ايه المشكله ان الهدف هو ان واحد يمشي رايه ومش نعمل الصواب في كل الامور كده في كل الامور عندنا القضية مشخصنة وليست موضوعية وكل واحد بيبقى عاوز يكسب هو الحوار انت عندك واحد لو سبته انت عارف هيعمل ايه هو ضد تحديد النسل تمام وعدد كبير منه ضد المسيحيين ومش عاوز كنايس وهيدخل لك في الأئمة جزء كبير منهم سلفي ها تمام طبعا وهتشوف زي جامعة سلطان ابراهيم في اسكندريه فايه انت عاوز هو انت الصعب مش عاوز تعمله بقى ما هو سهل انك تقول له قول اللي انت عاوزه فيبذر لك بذور الفوضى او خد اقرا الورقه دي فيبقى فيزيد بذور الجهل بالظبط يعني انت امبارح قلت ان كده هيبقى بتدي مسمار في فكره تجديد الخطاب الديني طبعا انت بتكفر الناس في دور الدولة في الحالة دي بس هو الحل الصعب ان يا سادة نشتغل عليهم نديهم الموضوع ومحاوره ونرجع نراقب قالوا ايه بالظبط كده واللي خرج عن كده نمنعه وبعدين ما نفتعلش قضايا مش حقيقية انت سألتني من شوية على امثلة انشغال الازهر بمحاربة الشيعة الغير موجودين في مصر تمام ده سلطة فقط بحث عن دور تمام او تماهي مع سياسة دولة عربية اخرى عندها هاجس اسمه الشيعة انا ما عنديش الهاجس ده مش انا طارق لا مصر ما عندهاش الهاجس ده مصر لو طلع راجل شيعي يسب الشيخين اي يسبوا ابا بكر وعمر الجمهور هيقوم يضربوا بالجزمه مش كده ولا غلط ده فورا مش كده طبعا فايه في اسلام مصري انا عارف ان في ناس ما بتحبش الكلام ده بس هو ده حقيقي في اسلام مصري فيه نفس شيعي بسيط يتعلق بآل البيت مش كده حبنا لاولياء الله وآل البيت فلاحه اللي بتخش عند الحسين تزغرط دي هي نفسها دي اللي لما يقوم واحد شيعي يسب عائشة وأبا بكر وعمر هيضربوه بالحذاء أوكي بس هو هنا الأزهر بيختلق معارك مش يا سيدنا مش دي معاركنا إن احنا نكون بشر صالحين في القرن الحادي والعشرين مع بقائنا مسلمين مش كده ولا بالظبط كده الرئيس السيسي أحسن اختيار كبار القادة في السنتين اللي فاتوا؟ لا أظن لا طبعا لا يعني ما عجبكش اختياراته من القادة من رئيس الوزراء والوزراء لا الحقيقة لا ما عجبنيش وما عجبش ناس كتير يعني أنا طبعا واحد من هؤلاء الذين يظنون أن ما فيش رئيس وزراء في مصر يعني أنا قلت واحد من أنا لا أدخلك معي أنا التاني يعني أنا أظن أنه لا يوجد في رئيس وزراء؟ أنا أظن أن مفيش طيب تمام ولا أظن أن مصر محتاجة مهندس بترول وإنما محتاجة مدير تنفيذي له رؤية سياسية وثقافية وحس تاريخي وأنا أشك إن أي حد من اللي في الحكومة دي يقوم يدينا سطر واحد على معنى كلمة حس تاريخي أنا أعتقد أن هناك مشكلة في اختيار أيضا محافظ البنك المركزي فإذا ما كانش دي مشكلة وما تبقى إمتى المشكلة مش كده يعني إيه يعني إيه يعني هتبقى يعني أكيد في مشكلة في اختيار الشخصيات بس أنا سؤالي في الحتة دي بعد إذن حضرتك وهو محافظ البنك المركزي صاحب القرارات؟ لا له دور ما هو صاحب القرارات يعني مش هو هي رؤية هو يعني هو له إن له دور في ظل واقع أكبر منه يعني مش هو اللي منع الدولارات تيجي من السياحة تمام؟ لكن تعاملته مع معطيات المشكلة ليست جيدة
وارجو تصريحاته الدائمه، وارجو ان ما حدش يقول لي يعني، عشان احنا برضه بنحترم نفسنا، ان في مشكله ونسيت الرئيس امبارح حلها وكده، عشان كده عيب، هيبقى عيب يعني. انا كنت لسه بتكلم بقالي، قلت لهم طيب لو عيب يعني. هيخش في كل مشكله يحل مشكله. لو هو ما حلهاش امبارح. ايوه يا فندم، الاعلام بينقل حاجه، المشكله السيسي يواجه وحش الدولار زي ما يكون بتفرج على فيلم فريد شوقي. لا 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 لا، ده اقول لك حاجه يعني، يعني احد الاخوه الاعلاميين امس قال ان الرئيس دخل وحل المشكله. لا عيب كده يعني، ايه بقول له كل امثال وعيب كده يعني. يعني اذا الرئيس بيعرف في النقود والبنوك اكتر من محافظ البنك المركزي، وفي الطرق اكتر وفاف كده، يبقى لازمتهم ايه كلهم دول؟ لا لا، واللي يقول كده ما بيحترمش نفسه يعني. احنا هنا عشان نكلم الناس بامانه وبموضوعيه، وممكن نغلط لكن مش ندلس. في فرق كبير قوي بان احنا نغلط وندلس. يعني انا وانت ممكن نغلط، ده كلنا ممكن، لكن لازم نكون حريصين قوي ان احنا لا ندلس. فاذا قلنا ان السيد رئيس امبارح حط ايده على مشكله الدولار وحلها، يعني انا كل اللي هقوله اني اصمت، ان مقتضيات الادب تدعوني لان اصمت. مش كده والله؟ طبعا دي يعني اصلا على فكره، ولو حضرتك تلاحظ اجتماعات علشان ازمه القمح، اجتماعات علشان ازمه الرز، اجتماعات علشان احل مشكله الري، اجتماعات علشان احل مشكله كذا، عدنا مره اخرى الى ما كنا نحذر منه دائما. لماذا اضطر دائما ان اعود الى رئيس الجمهوريه لاطرح عليه ملف يجب ان يكون الوزير المختص مسؤولا كاملا عن كل ما فيه؟ صح ولا انا غلطان؟ لا 100%. هو الفكره يعني هو لو غلط الرئيس يجيبه يقول له انت غلطت، انما طول ما لازم يشتغل، لازم يقول انا هعمل. ولو هم كلهم مش فاهمين يبقوا اختيارات سيئه من الاساس. ففكره ان لازم الامور تصعد عشان هم مش فاهمين، لا، احنا برضو ننظر لها من منظور اخر ونقول اذا كانوا هم فعلا مش فاهمين يبقى تم اختيارهم خطا، مش كده والله؟ بالظبط كده. نعود بقى الى حته الاختيار. هل تعتقد، طيب على ماذا يعتمد الاختيار في القيادات؟ يعني مش فاهم، يعني كلنا دايما بنتساءل. واذا كان الشعب اصبح عنده وعي جامد قوي، بدا يشاور محمد شردي، ده مش كويس، محمد شردي في المكان ده مش حلو، شوفوا لنا حد ثاني هنا يا اخوانا. طب ليه انا متمسك بيه؟ هو ما فيش غيره؟ لا، دي معضله كبيره جدا يا استاذ محمد. بمعنى ايه؟ ما انت عندك وزير تعليم كان بيغلط في الهجاء على الفيسبوك، وده لم يؤثر على اختياره. ورجع قال لك وزير التعليم العالي بقى، قال لك ان عندنا نظام من احسن نظم التعليم في العالم، وهو افتكر قبل الاخير باتنين في الاحصائيات الدوليه. فلا، هو في مشكله كبيره في الموضوع ده. طبعا طبعا، المعايير العالميه اللي انا عشت فيها في المؤسسات العالميه في الاداره شبه غائبه اساسا. شبه غائبه 100%. الغلطه في الفريق الرئاسي ولا الفريق اللي حوالين الفريق الرئاسي؟ اولا في الاختيار، انا ما اعرفش ان في فريق رئاسي. لا يعني، انا مش قصدي، قصدي الفريق اللي حول الرئيس مباشره يعني. ما انا عارف ان الفريق ده صغير، عنده اجهزه فريق. انا اقصد اللي بقوله ان الفريق ده صغير جدا. الفريق ده يعني كان زمان في حاجه اسمها المستشار الاعلامي لرئيس الجمهوريه. الاستاذ محمد عبد المنعم كان في الوظيفه دي زمان. مفيش منصب ده. ده موجود كتير، بس لا، اللي يحمله لقب. انا فاهم اللي انت بتقوله ده، جميل جدا 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 يعني، كلام بالتوريه جميل جدا. لكن هو في اتنين مستشارين في رئاسه الجمهوريه، تمام، في لمكافحه الارهاب وللامن القومي، دول المعلنين في العالم طبعا. مستشار اقتصادي مفيش، مستشار ثقافي مفيش، مستشار اعلامي مفيش. كان في زمان سفير الفرارجي مستشار اقتصادي، محمد عبد المنعم سفير اعلامي، كان في كمان للمعلومات. لا، انا اعتقد ان الفريق صغير جدا طبعا، وبالتالي فان الامور تصب في يد واحده. يعني غالبا ان مؤسسه الرئاسه هي الرئيس يعني. يعني دي هي دي مؤسسه الرئاسه. لان بس في مؤسسات اخرى بترشح ناس وتبعت اسماء الناس، وفي شخصيات بيعتمد عليها الرئيس وبيتصل بيها ويقول لها ايه رايك في فلان وايه رايك. انا ليا راي جذري في المؤسسات اللي حضرتك بتتكلم عليها. انا وجهه نظري انها مؤهله لان تقول لا، وليست مؤهله لان تقول نعم.
يعني انا اللي اعرفه ان هذه الاجهزة في العالم كله بتقول لا بس ما تقولش اه. يعني ايه؟ اجهزة زي الرقابة الادارية والامن القومي وخلافه من حقهم انهم يقولوا لا ده خطر، ده مش كويس، ده عنده في ماضيه كذا، بس انا اشك ان عندهم القدرة ان يقولك مين احسن واحد تعليم. لا مستحيل يعرفوا كده، ما هو بيجي لهم مستحيل يعرفوا كده. هو مؤهل تأهيل كامل ان يقول على عيوب اي مرشح يجب ان هم احسن مننا جميعا مني ومنك فان يعرفوا عيوب كل من به عيوب، ولكن ان هم يعرفوا مين كويس في البحث العلمي ومين كويس في التعليم ومين كويس في الاقتصاد يبقى كده برضو يبقى يعني بنقول كلام مش مسؤول. يعني مفيش بلد في العالم الاجهزة بتجيب فيها، لا هو في العالم كله الاحزاب اللي بتجيب، اللي انت قلت من شوية وعندك حق انها مش موجودة. طيب سريعا عشان شفت لما كاميرون استقال حصل ايه؟ بالظبط كده، لان كاميرون استقال والحكومة اتغيرت واجت رئيسة الوزراء الجديدة وكأن الامور زي ما يكون واحد شال كوباية قهوة حط كوباية قهوة تاني والنظام شغال والسيستم، ومش كاميرون اللي جابها، لا لا الحزب اللي جابها طبعا تمام. ها وكان في ناس تانيين ما تصوت لهمش وفي واحد كان عاوز يبقى اللي هو عمدة لندن ولانه ما انتخبش دخل في الفريق بتاعها. تصور ان اللعبة دي كلها غير موجودة، فانت متروك الى قرارات شخصية او مؤسسات انا برى انها مؤسسات فاضلة ولكن وظيفتها هي ان تقول لنا عن عيوب المرشحين لا ان ترشح. تعليق حضرتك على دور البرلمان في كل الليلة دي بقى اللي احنا شغالين فيها، لا هيكون اخر سؤال ليه؟ لا ابدا، هو سؤال مهم جدا. يعني انت عارف ايه؟ من المفترض انه شريك. يعني قد يكون اسوأ برلمان جف من يوم ما اتعمل برلمان يناير 24. يعني القضايا التي تشغلهم قضايا في غاية الغرابة، نفقتهم في غاية الغرابة، ده الموضوع ده ياخد 10 حلقات. يعني الميزانية بتاعتهم وما ينفقونه على أنفسهم شيء مخزي. تعامل الرئيس رئيسهم يعني معهم تعامل تلمذي غريب جدا. يعني أنا شفت كلام غريب. ناظر وتلاميذ. شوف يعني إذا كان المجلس ده فيه 3% ألماز والباقي معادن أخرى بقى من حديد وانت نازل، انت عارفها حديد ونحاس طبعا وقصدير وكده، إذا كان جوه مجلس الشعب في 2-3% ماس فمنهم عماد جاد. تصور مع عماد جاد بتكوينه الثقافي والمعرفي يفشل في أن يجعل المجلس يدرج ضمن مواضيع النقاش ما يحدث للمسيحيين في المنيا. يعني شوية الماس اللي عندك انت بتعملها على ان هي قصدير وبتعمل العكس. تخيل ان يعني انا استطيع ان اقول ان عماد جاد يمثل ما يجب ان يكون عليه اعضاء البرلمان، اوكي، وان ما فيش زيه جوه البرلمان اكتر من 10-15. شفت البيان اللي هو ثقافته تعليمه اتزانه وجهات نظره توازنه. طب شوف البيان اللي هو عامله لما قال ايه، انا فشلت ان اقنع رئيس المجلس بان يدرج. وهي انا اقول لك حاجه، يعني حتى لو كان ده اخر برنامج اطلع فيه بقى هقول ما اؤمن به. يعني انا مش متخيل ان في العالم في القرن 21 يكون رئيس البرلمان عضو معين. يعني ما هو انت كنت عضو برلمان، انت شوف الفكره عامله ازاي، انت بتضرب الفكره في اساسها. كان هو كان منتخب في قائمه حب مصر لما كان معين، كان في قائمه حب مصر في الصعيد. تقصد ان هو دخل بالانتخاب يعني؟ انما طبعا هي المساله ان هو اول مره وصيرورته رئيس ايضا بالانتخاب الحر.
دعم مصر كلها واقفه ورا منه، دعم مصر كلها واقفه ورا منه. انما انا ايضا ليا تعليقات كثيره على طريقه المعامله الداخليه، طريقه خطابه مع الناس، حتى لو وقف نائب يقول له رايه يقول له اوعى تتكلم عن مش عارف كذا. يعني حتى عندما تحدث عن الجيش قال له تنحني هامات برلمان مصر كله لجيش مصر. انا ما عنديش مشكله، ولكن انا عايز اقول رئيس، ده احنا بنقول ده اكتر منه، بس انما بس رئيس السلطه التشريعيه مش مفروض يقول كده. عيب عيب. لا، تنحني هامات كل المؤسسات في مصر احتراما لمصر واحتراما للشعب المصري كله. انما ان هو يطلع بهذه العنف ويكلمهم بهذه الطريقه، انا اؤيد حضرتك جدا. استاذي العزيز الكبير، انا بشكرك على انك انت بتختصني بمثل هذه اللقاءات، انا بستمتع بيها. بعد قدامك كده قاعد مش عايز الوقت يخلص. لا، لو كان هناك قيمه فهذا عمل مشترك بكل معنى الكلمه. وانا لما يعني لا يسعدني ويشرفني لما قلت ان انا قاصر ظهوري، ده نتيجه اعتبارات موضوعيه مش شخصيه والله، يعني اللي هو فكره ان تكون هناك قيمه مضافه لما نفعله. أكيد. وهذه القيمه المضافه يشترك فيها في هذه الجلسه وفي كل الجلسات السابقه شخصان وليس شخص واحد. اشكرك على وجودك معايا، واشكرك على يعني كلام حضرتك واعتزازك بانك انت تكون موجود معايا، او حرصك على انك انت تكون موجود معايا دائما. اشكر حضراتكم على المتابعه. شكري كبير لاستاذنا المفكر الدكتور طارق حجي على الوقت اللي بيديهولنا ده، اللي بنفتح فيه كل المواضيع، وبكل حب للبلد دي، لان احنا كلنا عايزينها تتقدم لقدام. نشوفكم السبت يوم بيوم باذن الله.